المركز الثالث سرابة، سيف بن سعيد الخريباني النعيمي، سيف بن سعيد الخريباني النعيمي بالفعل حملت الرقم 6، والمركز الثالث كانت صوغة حملت الرقم 22 اللي هي اللي أيضا خليفة بن حميد بن سهيل المهري، والمركز الخامس وصلت فيه العقرب حملت الرقم 15 لمحمد بن سلطان بن علي الكعبي تانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين ومنه دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. التحية تتجدد من هذا الميدان عاصمة ميادين سباقات الهجن ميدان الوثبة، وفي هذه التحديات الجميلة مع أسبوع الذي نشن في هذا اليوم مع انطلاقات الثنايا والمسافة هي 8 كيلومترات. ننطلق مع شوطنا الثاني والشوط الأول للمهجنات الأصايل الإبكار الثنايا، نسير مباشرة وننطلق مع أول المنطلقين، نسير مع صدارة هذا الشوط لنستفتح المقدمة مع الذيبة التي بدأت تخالط الضباب وتنطلق بالمركز الأول مع علي بن محمد بن ناصر الشنقل اللي على الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثاني صبا وصلت على ثاني المراكز لمحمد بن حمد بالدحبة العامري منطلقا بالآمال منطلقا بالطموحات الجميلة وياتي على المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث وصلت الشاهنية تقدم محمد بن طارش القوبة علي يتقدم على المرتبة الثانية في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصلت وتحركت الديرة ليتقدم مالكها سلاء سعيدة بن غلام بن موسى البلوشي متحركا على المرتبة الرابعة، والمركز الخامس هناك الانطلاق المثير، هناك التحدي مع الشاهنية التي تأتي على المدرج رقم 5 وياتي سعيد بن حمد بن 70 المحرمي متقدما على المرتبة الخامسة، بينما المركز السادس دمع السويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي قادما على المركز السادس في هذه اللحظات، وسابع المراكز وصلت ريام تقدمت في هذه اللحظات لمبارك بن سعيد بن سالم الزرعي يتقدم بشعار يوران يمياتي على المرتبة السابعة في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن تقدمت على ثامن المراكز في هذه اللحظات مزنة الواصلة في هذه اللحظات لساري بن معيوف بن محمد المنصوري على المركز الثامن والتاسع بالرقم 9، ويا محل الصدف وصلت هناك سحابة تتقدم في هذه الأجواء الضبابية يتقدم مالك سحابة راشد بن مبارك بن سعيد النيادي، والجميع ينادي في هذه اللحظات، بينما المركز العاشر هناك مع الدمعة الواصلة في هذه اللحظات لسيف بن عبيد بن قنام المزروعي، 10 من الأسماء 10 من الشعارات والنجوم المتواصلين على المراكز العشرة الأولى وعديناها على مسامعكم، ولكن لا بد من العودة إلى المركز الأول، إلى سكان المقدمة، إلى الشعارات المسيطرة منذ الصباح الباكر لياتي على المركز الأول ليتقدم هناك صبا، غيرت صبا بالمركز الأول وهي بالرقم 6 تاتي على صدارة هذا الشوط لمحمد بن حمد بن دحبة العامري متقدما مع صبا التي تاتي هنا على المركز الاول وهي في ريعان صباها وشبابها تاتي مع المركز الاول، ولكن المركز الثاني غيرت النتيجة، هي الذيبة التي بدأت هنا تكشر عن انيابها وتتقدم بشعار علي بن محمد بن ناصر الشنجلياتي على المرتبة الاولى في هذه اللحظات ويقير على
صدارة هذا الشوط، ويبدأ الصراع الثنائي ما بين صبا وما بين الديبة بالمركز الأول والمركز الثاني، ولكن نتقدم أيضا مع المركز الثالث من المتقدمة من الواصلة بالرقم ثلاثة هي الشاهنية. بدأت الشاهنية في هذه اللحظات لمحمد بن طارش بالقوبع يأتي مع المركز الثالث ليقدم الآمال الجديدة والطموحات المثيرة في عاصمة ميادين سباقات الهجن ميدان الوثبة وهي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت ريام وصلوا شعار السلطنة وممثل السلطنة هنا في هذه اللحظات مع أريام لمبارك بن سعيد بن سالم الزرعي آتيا بالمركز الرابع، ويقدم لنا أريام وهي تعزف على سوفونية الإبداع والتميز هنا مع المركز الرابع في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل. ولكن هنا بدأ الانطلاق مع المركز الخامس هنا في هذه اللحظات، هي دمعة من الفرح، دمعة هنا تأتي مع هذا الانطلاق لسويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يتقدم على المرتبة الخامسة في هذه اللحظات. بدأت الثنايا بالتحدي الجميل وتدخلت الشعارات تلمود التطخرة هنا في هذه اللحظات، بدأت هنا بالمجازفة والعبور المميز مع انطلاقنا مع تحديات عاصمة ميادين سباقات الهجن. بدأت الشعارات، بدأ الهجوم المبكر مع هذا الانطلاق. تقدمت وبرة لسعيد بن مبارك بن سبتة الخيلي ياتي في هذه اللحظات، وتاتي ايضا هناك دمعة لسيف بن عبيد بن قنام المزروعيات في هذه اللحظات، وايضا دمعة اخرى تتقدم بشعار اخر لسويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وايضا مزنة الساري بن معيوب بن محمد المنصوري سرى ساري، ولكن العودة الى المركز الاول، العودة الى صدارة هذا الشوط، العودة إلى مقدمة هذا التحدي، إلى الصراع المثير، إلى صراع الأقوياء، إلى صراع الأبطال، إلى التحديات التي دائما تأتي في عاصمة ميادين سباقات الهجن. بدأ هنا ما زال الصراع جاري وطاري مع المراكز الأولى ما بين صبا وما بين الذيبة، ولكن صبا غيرت على الصدارة. انطلقت صبا بالمركز الأول لمحمد بن حمد بن دحبة العامري، بدأ العامري هنا ينطلق مع الخطوط الأولية ويأتي مع الانطلاقة الأولى ليأتي ويتقدم بالمركز الأول مع صبا لمحمد بن حمد بن دحبة العامري هنا في هذا الأداء الجميل. والمسافة هي 8 كيلومترات يا متابعين، يا مراقبين، يا مشاركين، يا مسايرين. بدأ هنا مع المركز الثاني هي الذيبة التي ما زالت مصممة على اقتناص المركز الأول، تأتي مع علي بن محمد بن ناصر الشنجل ياتي على المرتبة الثانية وفي طريقة إلى المركز الأول، ولكن المركز الثالث من الواصل من المتحرك من المتقدم في هذه اللحظات الجميلة. بدأ هناك مع المركز الثالث هي وبرة لسعيد بن مبارك بن سبت الخيالي رابع المراكز مع دمعة السيف بن عبيد بن قنام المزروعي، أما خامس المراكز فهي الشاهنية المتقدمة لمحمد بن طارش بالقوبع. الله يا الواصلين، الله يا المتحركين. بدأت مزنة في هذه اللحظات، الساري بن معيوف بن محمد المنصوري يتقدم، والشاهنية تأتي بالمركز السابع في هذه اللحظات مع سعيد بن حمد بن سبعين المحرمي، والواصلة أيضا ريام لمبارك بن سعيد بن سالم الزرعي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة
العودة هنا مع الأبطال، العودة مع المراكز الأولى المتقدمة إلى الذيبة وإلى الصبا. ما زالت صبا وما زالت الذيبة في صراع مميز جميل. هنا ياتي مع المقدمة، ياتي مع صدارة هذا الشوط لتتقدم. الله الله الله، الذيبة الذيبة، قلتكم ان الذيبة مصممة على المركز الاول، وهي بالفعل تقتنص المركز الاول وتسير في الخطوط الامامية لتاتي بهذا الشعار الجميل مع علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنجل متقدما بأداء مثير. ولكن العامري، بدأ العامري هنا ينطلق مع المركز الثاني، ياتي مع صبا لمحمد بن حمد بالتحبة. العامري الله 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 الله، خالطنا الذباب راح مع المركز الأول، راح مع الصدارة. هي الذيبة، هي الذيبة، راحت 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 راحت، انطلقت بالمركز الأول. هي الذيبة على الصدارة، انطلقت على مقدمة هذا الشوط مع الكيل الأخير. من طرقنا أبوابه، من طرقنا أبوابه وانطلقنا في هذه الأجواء الجميلة، هذه الأجواء الضبابية التي تأتي على أرضية عاصمة الميادين. ويبدأ 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 الشنجل بمخالطة الضباب لينطلق مع المركز الأول، ليسير مع الذيبة التي انفردت انفراد كلي، تقدمت بأوامر خفيفة وطفيفة لتاتي مع علي بن محمد بن ناصر بن علي. الشنجل الشنجل راح مع المركز الأول، راح مع الصدارة متقدما مع أول أشواط الثنايا المهجنات الأصايل، لياتي مع هذا الشعار الجميل وينطلق مع المركز الأول. تراجعت صبا بالمركز الثاني مع محمد بن حمد بالدحب العامري، ولكن طارت الذيبة مع الأربعمائة متر الأخيرة لتاتي مع علي بن محمد بن ناصر بن علي. الشنجل الشنجل راح مع الذيبة، راح مع الذيبة. الله الأداء الجميل، الله يتحدي المثير. وناموس الوثبة، ناموس الوثبة الصباحي دائما ياتي مقاير. وين السلامات الحبسي؟ وين إلى المملكة العربية السعودية؟ هنا من هذه اللحظات ومن عاصمة الميادين ننقل السلامات إلى هناك المملكة العربية السعودية وإلى مالك الذيبة علي بن محمد بن ناصر بن علي. الشنجل المركز الثاني، وصلت هناك صبا لمحمد بن حمد دحبة العامري ثالث المراكز، وصلت في وبرة لسعيد بن مبارك بن سبت الخيلي رابع المراكز، وصلت في دمعة لسويدان بن سعيد بن حضير الملكتبي، والمركز الخامس وصلت هناك مع انطلاقة أريام لمبارك بن سعيد بن سالم الزرعي. إذا متابعين الكرام، مستمعين الأفاضل، شهدنا هذا التحدي الجميل وشهدنا الذيبة من كان لها الانطلاق المثير هنا في عاصمة ميادين سباقات الهجن، حيث حققت هذا الفوز والانتصار الجميل بشعار علي بن محمد بن ناصر الشنجل. وهد السلامات إلى المملكة العربية السعودية بالتوقيت الزمني 12 دقيقة. الهجن المميز عطنا المركز الأول، هذه المركز الثاني، ولكن نبغي المركز الأول لنتعرف على توقيتها الزمني. إذن هيا الذيبة والتوقيت الزمني المرافق للذيبة 12 دقيقة 53 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا المالك الذيبة علي بن محمد بن ناصر الشنجل من رافق هذا الشعار. المركز الثاني وصلت هي صبا لمالك محمد بن حمد الدحبة العامري، مسجلة توقيت مقدار 12 دقيقة 59 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما وصلت على المركز الثالث وبرة سعيد بن مبارك بن سبت الخيري، مسجل توقيت مقداره 13 دقيقة ثانية واحدة وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.